اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. دي فعلا اللي كنت هقولها، شفتي؟ كنت هفك. حبيت بيني وبين نفسي وما قلتلوش اللي في نفسي، معرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه، ما بقتش عارفه اقوله ايه، معرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس علي يا روحي فيه، ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك، على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويله سبتهالي ينشغالي بكل كلمة قلتها لي، وعلى بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغالي بكل كلمة قلتها لي. حقيقي بجد برافو. فكرتي تتواصلي مع شركات انتاج تبعتي لهم تروحي حفلات؟ مفيش، شركات الانتاج دلوقتي بقى بيتعاملوا بقى بطريقه جديده شويه، يقول لك انت تنتجي واحنا نسوق لك. يعني انتي تشيلي الانتاج الخاص واحنا نسوق لك، ده لو هينفع اصلا ان احنا نسوق. طبعا عشان موضوع الحجاب ده فاخري مثلا ممكن اغني في سيد الصاوي، في الاوبرا، حفلات في الجامعه، الكلام ده بس. فمفيش حد لسه يعني، نفسي حد يعني شويه من البرامج يعني، مثلا قدمت في ذا فويس كلموني، بعت لهم ورقي.